صباح الخير مجددا لكل المشاهدات والمشاهدين اللي انضموا لنا. موضوع رئيسي ومهم جدا رح نناقشه اليوم مع نائب رئيس جمعيه اليازا انترناشونال لنحكي اكثر ونضوي على مشاكل السواقه بلبنان ودفتر السواقه وكمان امور كثيره بنعاني منها منذ الازل، يعني كان بيقول من كثير سنين، خلينا نقول منذ الازل. بدي اقول لك صباح الخير واهلا وسهلا فيك جو دكاش. موضوع بحس بقلبي كثير انا وبحس بقلبكم انتم كمان كيازا، وبحس كمان بقلب كثير من اللبنانيين اللي بحسوا حالهم مش قادرين يعملوا شيء بظل كل الامور اللي عم نشوفها على طرقاتنا، من عدم اناره، من جوار، من ترقيع لجوار بصير اضرب من التصليح، من انه من ما صلحوا يعني الجورة، لانه ولا مره بتصير الامور مثل ما لازم. فكيف اذا هلا كمان نحن يعني بفصل الشتاء وين بتكتر اصلا الحوادث وبزيد التصحيط على الطرقات، ومبارح ما كان في رؤيه ابدا بمناطق معينه بالمتن، من وين بدنا نبلش؟ ما بعرف مواضيع كثيره فينا نبلش نربطها ببعضها. اكيد اليوم نحن بتقس عاصف وسمعنا قد ايه صرنا عم نتحضر لهذا الموضوع. قياده بفصل الشتاء بتشكل تشالنج، تحدي للسائق، وهذا اذا بكون السائق بدول بتحترم حالها، بكون اخذ دورات وخاضع لفحوص مضبوطه نظريه وعمليه وقادر يكون حاضر لهالمواضيع، كيف بالاحرى بلبنان. واليوم بلبنان يعني بكون عندنا مشاكل عم نتحدى حالنا بالقصص يلي مش صايره بغير دول. يعني اليوم بلبنان للاسف ما قدرت تطلع دفتر سواقه، مش لانه ما عملت فحص او ما تعلمتي، لانه النافعه مسكره او ما عندها دفاتر. يعني للاسف عن جد عم نتحدى حالنا بالامور الغريبه. اليوم في كثير من الطلاب الجامعيين من الشباب يلي صار اعمارهم بحق لهم انه ياخذوا دفتر سواقه 18 19، للاسف عم بسوقوا بلا دفاتر لانه مضطرين انه يروحوا على جامعاتهم، مضطرين ينزلوا على شغلهم. في حتى اشخاص ناضجين، يعني مش دول يكونوا شباب وصبايا، بس انه ما كان عندهم دفتر سواقه قبل ومضطروا بهالمرحله او خلصت مدته او تجديده. هلا موضوع التجديد التقى حل نوعا ما للقصه ريسنتلي، يعني مش من زمان، بس كمان بنعرف للاسف احنا كمان بنشد على ايدين هالاشخاص بالقطاع العام والموظفين اللي بنعرف الازمه الاقتصاديه اللي عم يبقوا فيها والاضرابات، وللاسف كمان من ناحيه ثانيه قصه الخلل يلي كنا نحن نسلط الضوء عليه من 30 سنه لليوم من تاسيس اليازا، هي المشاكل اللي عم نعاني منها من طريقه الحصول على دفتر القياده، من الوسايط، من الامور يلي عم بتصير كلها بنعرفها. واليوم هي نتيجتها انه الاشخاص كلها راحوا على القضاء، الاشخاص كلها توقفوا، وقفت النافعه، وقف اكثر شلش حيوي للبنان من الناحيه الماديه، ما بقى في مدخول للدوله، وبنعرف انه كل ما بنحكي عن شيء باليازا بيقولوا لنا ما في ميزانيه طبعا. واليوم عندهم مصادر ممكن انه ياخذوا منها اموال ما عم بتصير. من الناحيه التقنيه ما عندنا فحص سواقه عم بصير، في ناس عملت فحوصات وبس بدها تبصم وتاخذ دفتر ما عم تروح. عم بصير في شويه ارتجاليه ولكن منها قانونيه، انه اليوم لانه بنعرف نحن اذا شخص عمل حادث وكان حديد بحديد ماشي الحال بنصلح، بس اليوم اذا في مسؤوليه جزائيه، اذا في اضرار جسديه، اذا في اشخاص فقدوا حياتهم وشخص مش مشكلته انه ما معه دفتر سواقه لانه النافعه مسكره وما عطته دفتر، بيروح على الحبس، هيداك خسر حياته، يمكن يكون منه هو مخطئ، ولكن بس لانه لامور اداريه ما قدر يستحصل على الرخصه، القانون بيتطبق عليه وبيتوقف. مشان هيك للاسف في شباب وصبايا عم بيضطروا يسوقوا، عرضوا حالهم، عرضوا اهلهم، عرضوا غيرهم للخطر لانه ما قادرين نصدر لهم هالرخصه السوق. طب في بوادر حلول بال المقبله القريبه ولا؟ هلا في جهود، نحن كيازا على طول عندنا متابعه مع معالي وزير الداخليه، مع المعنيين، مع اداره هيئه السير، بناخذ وعود، ولكن اليوم مثل ما كل شيء بلبنان للاسف عم بتم تاجيل تاجيل تاجيل. مثلا موضوع المعاينه الميكانيكيه، اليوم عم نحكي عن القياده بفصل الشتاء، اليوم بفصل الشتاء بنحكي عن ثلاث اطراف، بنحكي عن الطريق، بنحكي عن السائق، وبنحكي عن المركبه. اليوم المركبه ما في غياب للمعاينه الميكانيكيه، بدنا ننتكل على كل انسان يقدر عنده قدره يقدر يعمل معاينه لإله، يعني على ابسط الامور. عم هاي الكلمه اللي قلتها عنده صح. قدره صح. لانه ما عنده قدره، يعني الاسعار اللي عم نشوفها والاولويات اللي صارت عم برتب على اساسها مصروفه اللبناني صارت مختلفه كثير عن قبل. يعني كنا قبل دائما دوليه بفريمات مساحات،
هول دائما بأيلول بدنا نغيره أو نشيكم نغير عليهم إذا بحاجة للتغيير. هلا منأجل، يعني في كتير أشخاص عن جد بأجلوا لأنه دوليب إذا بدهم يتغيروا قد معاشه يمكن حتى أكثر. صح صح، يعني بدي أقول لك معهم حق والمواطنين معهم حق، بس اليوم للأسف ما عنا وسيلة تانية. كل دول العالم، هون ننتقل لموضوع كتير مهم وما كتير عم نسلط الضوء عليه، هي النقل. يعني اليوم في غياب خطة نقل بلبنان، غياب خطة إنه عنا ترينات ومترويات وباصات بطريقة واحد يقدر يكون عم بيأمن يطلع فيهم، مشان هيك اليوم يمكن غير دول لو قطعوا بهيك أزمة ما بيكون تأثيرها مثل ما تأثيرها على لبنان. كل ما تفتح بارانتيز يعني بيرجع هيك برجع بعصب زيادة، إنه عن جد لو عنا بس ما بنعوز نمشي بسيارتنا، ما بنعملها صيانة، يمكن إذا ما عنا قدر نعملها بنقدر عليها شوي مركزية، بنروح بنتنقل بالوسائل النقل العام مانا موجودة. هودي الأمور كلها، يعني نحن كيازا عم بحكي اليوم، يعني احنا عم نطفي شمعتنا على 2024، احنا تأسسنا ب 94 هذا العام 30، ويعني نقول انه انجزنا بلبنان بمرحلة معينة، ولكن انجزنا بدول اخرى كتير. واليوم يعني امبارح طلع تقرير يشير انه لبنان من اخطر الدول يمكن من القيادة، ولكن هذا التقرير يفتقد لبعض الأمور اللي يعني هي ساينتيفيك يعني تقنية، لأنه انعمل على 60 دولة وانعمل على أمور معينة، ولكن هذا جرس انذار. يعني اليوم نحن أوكي ما بدنا بقى نطلع الصورة العاطلة عن لبنان، ولكن للأسف نحن في مكونين، في دولة يلي بشخص وزارة الداخلية، وزارة الأشغال، وزارة التربية، وزارة الطاقة، كل هالمعنيين مجلس وزراء مجتمعا، وفي عنا الشعب. اليوم اثنيناتهم هودي نحن اليوم كيازا متوجه للشعب، متوجه للمواطنين بالتوعية، متوجه بالضغط للمراجع الرسمية، بس اليوم يعني ما حدا عم يعمل شيء. يعني هنيك بناخد وعود بقولوا انه بدهم يعملوا مناقصة بشهر 5 للمعاينة الميكانيكية، ما بتصير، الشفافية بتفتقدها، ما بصير في محاصصة ما بتزبط، بنروح عند المواطن قد ما فيك بقدرتك عمول شيء، ما عم نسوق بطريقة مش واعية، عم ننتهي على التليفون. موضوع التلهي بالقيادة شغلة كتير خطرة، كيف بفصل الشتاء؟ يعني حضرتك عم تقولي ما في رؤية، طريق ما لنا منيحة، ما لنا مضوية، وفوق هيدا وكله نكون عم بلتهي على السيلولير. لا نحن ما منقول، يعني أنا معلي هيك توضح شغلة كتير مهمة، أنا متعصبة كتير للقوانين. صح. حتى لو ما عم تتطبق، كل شخص بيعرف القوانين، خصوصا اللبناني اللي بيسوق برا وبيتبع القوانين وبيمشي عليها بكل حذافيرة، ولكن كمان عليه حق المواطن. صح. أكيد. صح. بس لما ما يكون عم تتوجع جيبته، يعني مفهوم أنه بده يعني خالف، يعني لما هونيك بالبلاد المتحضرة بيدفع حق الزبط مبلغ موجع، أكيد هون ما رح تفرق معه إذا بده يفتح لوكيشن. صح. يكبس هو وسيق، مش أنه يصف على جنب يفتح يرجع يمشي. صح. يعني هاي بدي استطرد أقول أنه معك حق، أنت جاوبت على الموضوع أنه هنيك القانون صارم والقانون على الجميع، ما في استنسابية والغرامة مرتفعة ولا واسطة ولا شيء. ومش بس هيك، بدنا نقول كمان لشغلة، هنيك في عنا تربية مرورية. صح. ثقافة مرورية اللي هون احنا حرمنا، وانا بقدر اقول لك انه يعني هون يمكن من الامور اللي نجحنا فيها. اليوم الكوريكوليوم المناهج التربويه بلشت تلحظ بحصص التربيه المدنيه، امور السير وقانون السير وعدم الرمي. يعني اليوم نرجع كمان لموضوع الاخلاق بالقياده، بالقياده ذوق واخلاق، هذا مثل انا خلقت وربيت عليه وكلنا ربينا عليه، لانه اليوم مش مقبول. برجع بقول انه في شيء عم ينعمل من قبل الدوله، ولكن عم تصطدم بتصرف المواطن. يعني اليوم معالي وزير الاشغال وتمرت الماضي قال نظفوا المجاري، طب ما رجعنا عمنا ليه؟ لانه العالم عم بتكب من سياراتها. يعني اليوم انا بتوجه للمواطن، خي اذا انت عم تعد حالك، اذا انت مستعد تكب زباله بالصالون عندك او على البلكون، ليه مستعد تكب على الطريق؟ ما كله هذا الوطن هو وطنك مثل بيتك، اذا انت اليوم بدك تكون نظيف ببيتك بدك تكون نظيف على الطريق، لانه هيدي اللي هي عم تتراكم واللي هي عم تعمل لك العوم، وبنروح احنا بنقول علقنا وغرقنا وين الدوله؟ ما كمان قلنا ونحن وهالموظف او هالمسؤول من المواطنين، بس كمان كبيت الزباله عم بتطوف بالنفايات. صح. صح. لانه ما عم تتنظف، ما في، وعم تنجرف 100%، ما في، يعني ما في معالجه، هي سيركل فيسيو بيوجع عن جد. يعني في اشخاص كمان مره بتذكر هيك كنا عم نحكي بهيدا الموضوع، انه في اشخاص من تعصيبهم بصيروا يكبوا انه شو هالبلد، يعني مثل فشة خلق، يعني اكيد ما عم بحكي. صح. هون اذا صح او خاطئ، بس يعني
بتصير منك عارف على مين بدك تحط اللوم، لانه الكل منلام بمطرح من لكن برجع يعني. برجع انا برايي برجع للمواطنيه، بنفتقد بلبنان المواطنيه لحس انه انتمائنا لوطن، هي واحد. واثنين بنفتقد للتربيه، يعني اليوم الاجيال عم تفرق التربيه من الماضي للحاضر، واليوم المجتمع والوسائل التواصل والمعلومه اللي عم تنتقل بسرعه عاليه، هيدا القصص بدا واحد يواكبها. هون يعني شوي بيكون في تقصير من قبل المراجع التربويه والوزاره التربيه انه تحط مناهج متطوره تابع هذا الشيء، لانه برجع بقول الاساس للتربيه اللي حضرتك عم تقولي كثير مهم، لانه اليوم نحن من التربيه بنربح هذا، بنعرف حريتنا وين بتخلص ببلش حريه الاخر، بنعرف كيف منكب، بنعرف كيف ننتبه، كيف نحترم الاخر، كيف نحترم الاخر نحن عم نسوق. يعني اليوم انا مش مقبول انه اكون عم ماشي على الطريق والسياره ما في مسافه امان، كيف الأحراز اليوم في مي بدها تزحط السيارة؟ هون عم نشوف سوا مقتطف جو ونرجع نتابع حديثنا معك. أنا رح يصير عمري 19 سنة وبسوق بلا دفتر سواقة، بس تروح على الجامعة ويضلون أهلي عتليين همي، بحق لي يكون عندي دفتر سواقة. أنا عمري 18 ونص، عم بضطر سوق بلا دفتر لأنه ما بحب هالشي، لأنه بيشكل خطر علي وعلى غيري. رح يصير عمري 19 سنة وبسوق بلا دفتر سواقة كرمال روح على الجامعة، أهلي بضلهم عتلانين همي وأنا مش حابة هيدا الشي، لأنه أنا من حقي إنه يطلع لي دفتر سواقة. أنا عمري 18 سنة ونص، عم سوق بلا دفتر لأني مضطر، بس أنا من حقي هالشغلة لأنه عم سبب خطر علي وعلى السلامة العامة. يعني على أمل جو عن جد كل هالأشخاص اللي إذا عم بيحضرونا اليوم عم بتابعونا يكون وصل الصوت. دايما بنقول إنه واجباتنا نكون عم ندوي على هذا الموضوع. بدي أطلب منك هيك كلمة أخيرة توجهها لكل يلي عم بتابعونا. أنا بقول دايما على طول، بقول دايما على طول 30 سنة يعني التكرار والهيدا بده بالآخر يعلق شي محل، بس كمان بدي أتوجه لعقول ولضمائر المواطنين، هن يكونوا خفير على حالهم، هن يعملوا صيانة سريعة ومعينة لسياراتهم، ينتبهوا على الطريق، يحترموا الآخر. هلأ بالقيادة فصل الشتاء قد ما فينا نمشي على مهلنا، بنقول نحن باليازا نسوق عنا وعن غيرنا، نسوق قيادة دفاعية، لأنه بالآخر إذا بده يصير الحادث ولا البد بيكون بطريقة خفيفة وما بيكون في عنا العدد الكبير. وبتمنى على المراجع المعنية والوزارات المعنية أنه تجرب تقوم بدورة بالموجود نجود، لأنه في قصص كتير بتنحل بلا مصاري وبلا ميزانيات وبلا غيرها. بدنا شوي أنه هالإتين تيزقفوا، بدنا القطاع العام وبدنا نحن كمواطنين كطلاب كأهل بدنا نتعاون كلنا، لأنه اليوم اللي عم بموت هو منا وفينا، وعم نخسر طاقات كتير كبيرة، أرقامنا بلبنان كتير عالية، من نحن من الأخطر. يعني ما معقول أنه لبنان اليوم سكر 2023 384 قتيل بحجم هالقد بلد صغير وهالقد عدد سكان. ايرلندا قاموا قيمتهم يلي هي قد لبنان على عشرات المرات، لانه زادوا 20% وضحاياهم هو 178. هذا بنهي بهالمثل، خلي العالم بس تقدر، وبتمنى السلامه للجميع. شكرا كثير لك مره ثانيه جو دكاش. بليز وقعوا على مهلكم، بليز حطوا حزام الامان، بليز ما تكبوا من السياره، بليز وقفوا وامنوا طريقكم قبل ما تكونوا عم تقطعوا اي شارع او تقاطعوا. فاصل ومنتابع، خليكم معنا.